دلوقتي هنقولكم لكم مع بعض طريقة عمل بسكوت النشادر هنحتاج كوبايتين دقيق وبيضاية وفانيليا ونص كوباية زبدة تلات أرباع كوباية سكر بودرة معلقة صغيرة نشادر ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة نشا وكمان ربع كوباية لبن هنعمل ايه هنضرب الزبدة مع السكر البودرة بالمضرب الكهربائي لغاية ما يبقى القوام كده كريمي هنضيف ليه البيضة والفانيليا والنشادر ونكمل ضرب وهنضيف بعد كده الدقيق والنشا والملح والبيكنج باودر ونقلب بمعلقه كده خشب ونضيف اللبن تدريجيا لغايه ما نحصل على العجينه بتاعتنا نستخدم بقى مكنه البسكوت او كيس الحلواني اللي فيه قمع البسكوت عشان نشكل العجينه ونرصه في الصاج وندخله في الفرن تمام ونكون مسخنينه قبل كده على درجه 180 لغايه ما نحصل على اللون الذهبي وبالهنا والشفا